هذا العام العيالات بزاف كيتفرجوا. ايوا الروح الوطنيه كتكون في هادشي اللي شربحنا المغرب. المغاربه كلهم راهم فرحانين، العيد الصغار والكبار والعيالات وكلشي كلشي كلشي فرحان. شكون اللي عجبك في المقابله وفي المنتخب؟ شكون اللي اليوم كان بونو كنقدم الشكر الكبير الكبير للركراكي بالدرجه الاولى والمنتخب الوطني اللي عنده اداء جيد جيد وكنلعب في المستوى ما شاء الله. ديما المغرب وتحدينا فريق ما ساهلش، فريق اللي كان عندنا واحد شويه ديال التخوف، ولكن مع الركراكي ديما دير النيه. اليوم كنلاحظ ان القهوه كانت ممتلئه بالناس اللي هما اغلبيه هما نساء أطفال، وكان تشجيع وكان واحد الحماس، والنسبة ديال القهوة كانت عامرة بالعيالات أكثر من الرجالة. فرحانة، شنو توقعوا نديو الكاس؟ أنا عندي تفاؤل 100% أننا غادي نديو الكاس.